هذا البرنامج برعاية بحضراتكم ولقائنا الأول في برنامج الحصاد النهاردة، واللي خصصناه للحديث عن لحوم العيد، لأن احنا خلاص على مقربة من العيد، فاضل أيام بسيطة جدا، يعني ساعات كمان بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. المصريين حتى اللي ما بياكلوش عادة اللحوم طوال العام لضيق ذات اليد بيبقى عندهم يعني رغبة في أنهم يعيدوا نوع من انواع اللحوم قل او كثر. هل عندهم القدره على الشراء؟ ايه اللي ممكن نعمله عشان نساعدهم على الشراء وعلى قضاء عيد سعيد؟ غلاء الاسعار ده مبرر ولا مش مبرر؟ وازاي ممكن نساعد على احداث توازن في السوق؟ ده كله نحاول الاجابه عليه مع ضيفنا الاستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. اهلا بحضرتك استاذ محمود. المواطنون ضد الغلاء لسه قادرين على مواجهه الغلاء؟ احنا عندنا امل دائما انه بكره هيبقى افضل. وخلينا نقول برضو بشرة خير للناس، لانه جزء من ازمتنا اللي احنا بنعاني منها دلوقتي ان احنا طول الوقت بنفاقم الازمه ونقول يا جماعه البلد دي ضايعه، البلد مش عارف ايه، لا في خير. انت رايحه لمنطقه تنميه. انا في اي مكان بروح مع اصدقائي مع كل اللي اعرفهم اي حد يكلمني اقول له البلد، اقول له البلد رايحه الخير. امتى؟ ممكن تتأخر شويه، ممكن تتعب. عارف احنا عاملين زي ايه بالظبط؟ زي الواحد بيبني كوبري، في كوبري بيتبني في منطقه وانت بترايحه بتعدي جنب الكوبري ده بتبقى فيه اعاقه، في تراب عفره، في ما بتعرفش بيفضل في عندك زحمه مرور في هذا المكان. عندما بينتهي الكوبري ويبدا يشتغل بيبقى فيه انسيابيه، يا سلام ده حاجه يقول ده الكوبري ده بقى حلو، بقى كنا بنقف في الحته دي لمده ساعه فبقى بقينا دلوقتي بنعدي بسرعه. يعني احنا في مرحله بناء الكوبري ده. وبالتالي احنا ممكن نكون شايفين العفره زي ما حضرتك ذكرت كده دلوقتي، قلق ودوشه، فمنعانا عن ان احنا نشوف الحاجه الحلوه اللي قدام. انت في حاله بناء كوبري، انت في حاله ازمه الان، انما انت قريبا مش بعيد. انا ارى بحدث السنين وبخبره السنين الضوء الشارد في نهايه النفق المظلم، تمام، شايفه بعينيا. لانه انا بمشي على الطرق مثلا بتاعه الطرق الجديده اللي اتشبكت، الطرق العبقريه اللي اتعملت، اسالي اي حد مشي عليها يقول لك انت مش في مصر، انت في اوروبا في مكان حاجه هايله. طب الطرق اللي اتعملت دي سواء كان طريق الضبعه، الطريق الاقليمي، طريق العالمين، طريق مش عارف رود الفرج، محور رود الفرج، كل الطرق اللي داخله الصحراء وطرق الصعيد والطرق اللي رايحه الغردقه والطرق، كل الشبكة اللي بتتعمل دي الهدف الرئيسي منها خروج المصريين من الدلتا، خروج المصريين من الشريط الضيق اللي موجود في حدودنا اللي طول الوقت احنا عايشين عليه وبنموت بعض فيه وبنخنق بعض فيه. تمام، خلاص انت بتنتقلي. ولذلك انت لما تلاقي مثلا وانت عند بنها في مطلع من بنها بيتعمل دلوقتي ده يوديك على الطريق الاقليمي، في مطلع من عند مسوس عند اليوب، كل ده جوه الدلتا اهو هينقلك يوديك على طريق الضبعه. كل دي طرق رايحه بتاخد الناس من بيوتها من قدام بيته، تمام، مش لسه هيروح يخش على طريق اسكندريه مش عارف ايه، لا ده ياخده من عند بيته يوديه على صحراء عشان يعمل بيه تنميه عمرانيه، يعمل بيه تنميه سياحيه، يعمل بيه تنميه زراعيه، يعمل بيه تنميه صناعيه. فانت رايح الخير، والله البلد رايح الخير، بس احنا محتاجين نصبر شويه ومحتاجين ان الحكومه تفكر بشكل اكثر ايجابيه فيما يتعلق بشبكه الامان الاجتماعي. طول الوقت اقول يا جماعه خلي بالكم احنا محتاجين شبكه امان اجتماعي نتوسع في الحمايه الاجتماعيه للطبقات الفقيره ونحاول نشيلهم ونساعدهم بقدر ما نستطيع، لانه البلد لو غرقت تغرق بينا كلنا. هي دي سفينه، البلد دي سفينه وكلنا راكبينها، فيها قائد بيحركها وفيها واحد بيساعد في الدفه وفي واحد مش عارف ايه. لو هذه السفينه لا قدر الله غرقت احنا كلنا هنغرق. احنا لازم انت وانا وكلنا الاعلام جزء من ازمتنا برضو، ان الاعلام دايما بيتكلم على الجوانب السلبيه دي كامله وانه خلاص بلد دي هتضيع. يا جماعه لا، انتوا رايحين لخير، احنا رايحين للتنميه، وان شاء الله البلد دي هتعوم وهتبقى زي الفل. البلد دي عمرها ما تغرق، البلد دي مشي فيها انبياء ومشي فيها ربنا كلم نبي
على الأرض دي. سيدنا عيسى عليه السلام مشي فيها هو والعائلة المقدسة في 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 الطريق الغربي ده، مشي وطأت قدم نبي واستنى مريم عليه السلام. تمام، تكلمي على أكبر تجربة اقتصادية في إقالة دولة من عصرة إلى خير عملها سيدنا يوسف عليه السلام على الأرض دي، خزائن الأرض، خزائن الأرض. أنت بتتكلمي على بلاد رايحة الخير. أنا لما بروح، إحنا عندنا حاجة بنعملها في المغرب مع بعض أصدقاء كده، بيزرعوا جوجوبا. تمام، إيه الجمال ده؟ أنت بتتكلمي على ناس بدأت تزرع وتتحرك، بعد شوية برميل البتاع دي ب 4500 دولار. تمام، برميل البترول ب 60 دولار. الجوجوبا ده هيكون محور الفقرة الثانية النهاردة على فكرة، مش عارف حضرتك عارف ولا ده بالمصادفة؟ لا لا، أنا من المبشرين بالجوجوبا دي. مركز بحوث الصحراء مهتم بيه جدا، وهيكلمنا عنه النهاردة في اللقاء الثاني. عايز أقول لك في تجربة لازم تروحوا تشوفوها، أنتوا بتوع زراعة. وأعتقد الدكتور فريد أبو حديد زارهم في مرة هناك. 12,000 فدان مزروعين جوه الصحراء في حتة. أنا لما رحت أول مرة كان أنا أصله طالبت في مره، قلت يا جماعه طوروا طاقه احتجاج الى طاقه انتاج. كانت في ناس بتحرق في المجمع العلمي، في ناس بتحرق، في جزء من المصريين راحوا معانا في الحته دي، واحتكينا بناس هناك ما شاء الله عاملين شغل يجب ان تكرمهم الدوله تكريما عظيما، لانه فعلا عاملين حاجه محترمه. يا ريت الفقره اللي جايه دي تستجلي الحكايه بتاعت الجوجوبا، لان ده مستقبل، واحنا اتكلمنا عنه الحقيقه كذا مره، استراتيجي بالغ الاهميه، يعني هنواصل حديثنا عنه لانه لا انا موجود كمان يعني بيزرع في ظروف سيئه جدا، في قله مياه وارض غير يعني ميه مالحه حقيقي، لكن هو بيستجيب لده. عوده بقى الى الاسعار، مهما كان ان شاء الله المستقبل حلو باذن الله، لازم يكون عندنا يقين وتفاؤل عشان نقدر نستمر، لكن دايما المواطن عايز حياته الحاليه ومتطلباته واموره، كل واحد رب اسره عاوز يسعد ولاده، عاوز يجيب لهم هدوم العيد، عاوز يجيب لهم حته لحمه ياكلوها في العيد وغيره. نرجع للحوم، وده تخصص حضرتك الاساسي. سبب غلاء اللحوم، هل هو غلاء مبرر ولا غلاء غير مبرر؟ لا طبعا في جزء من الحكايه مبرر، انه احنا خلال السنوات اللي عدت دي قضينا على الثروه الحيوانيه، جزء كبير من الثروه الحيوانيه بتاعتنا اهدرناها بدم بارد. يعني مين يقول ان احنا بنذبح الاناث؟ يقول لك دي عزبه ولحمها حلو ومش عارف ايه. طب ماشي، ذبحنا الاناث والبتلو مش عارف بنذبحه 60 كيلو و70 كيلو، اتخن بتلو في مصر ما يزيدش عن 80 كيلو 100 كيلو. طب انت وبعدين؟ ما هو ال 80 كيلو دول ممكن يبقوا 400 لو انت احسنت التعامل مع الحكايه، لو تعاملنا، لو عندنا برنامج طموح. طبعا الدوله بدات تتنبه للحكايه دلوقتي، وبدات ترجع لمشروع بتلو تاني، وبدا يبقى في كلام حوالين انهم يدوا فلوس للفلاحين ويساعدوهم. لكن خليني اقول لك انه خلال الفتره اللي عدت في ازمه، انت شلت فيها كل ثروه، ضاعت كل ثروتك حيوانيه. اتنين، احنا ما عندناش كان شغل يطور في ذلك الوقت. لو احنا كنا اشتغلنا قبل سنه كان ممكن يبقى في حصاد عندنا دلوقتي زي الحصاد بتاعك. تمام، لكن احنا ما عملناش ده من سنتين، وبالتالي اللي هيعمل دلوقتي خلال برضه الفتره اللي جايه هيبقى في عندك تنميه في الثروه الحيوانيه ممكن تخلي الفجوه الاستيراديه بتاعتك تقل. احنا دلوقتي اعتمادنا الكلي في اللحوم الحيه على وجه التحديد على اللحوم السودانيه لانها بتيجي تتذبح هنا في مصر. تمام، لكن برضه انت عندك مشكله دولار، وعندنا وهم اخوان السودانيين عندهم مشكله في الدولار في السودان، وبالتالي دايما بيبقى السعر بيرفع، وعندما بيرفع السعر بيعمل ازمه. السوداني كمان لما بيغلى قصاده اللحم البلدي. تمام، وبالتالي هتلاقي النهارده كيلو اللحم البلدي بيتكلم في 140 جنيه. صحيح. يعني بدون الناس بتنطق 140 جنيه دلوقتي بهدوء بدون مشاكل. عادي جدا. احنا كنا من فتره كبيره لما بنتكلم على 100 جنيه، يعني ده بذخ وانحراف عن اللي مش عارف ايه ودوشه يعني. انما النهارده احنا بنتكلم في 140 جنيه على الاقل، في الاماكن الراقيه بيوصل 170 جنيه 180 جنيه، عشان بيتحط الحاجات في طبق مش عارف شكله ايه، تحط عليه ورده وتحط عليه فيونكه وحركات يعني مش عارف يعني. انما خليني اقول لك انه هذه الازمه جزء منها الحكومه شريك فيه، تمام ما فيش كلام، وجزء منها القطاع الخاص شريك فيه، وخاصه القطاع اللي بيتعاملوا في تجاره اللحوم، الناس الكبار اللي بيتعاملوا في الحكايه. احنا على فكره كلنا بنظلم الجزارين. جزارين دلوقتي بقى مفعول بهم زي المستهلكين
بالظبط. في جزارين على فكره مش شغالين السنه دي. ده حقيقي، لانه بعض الجزارين بداوا يعملوا اوكازيون زي سلاسل المحلات التجاريه، يعني بداوا يخفضوا الاسعار لما لو اشتريت اشياء يبيع معينه، لانه مفتقد الزبون، هو عاوز يبيع كميات كبيره، عارف اللي كان بيشتري 10 كيلو هيشتري 5، فعاوز يشجعه على الشراء فبيعمل اوكازيون يعني. لا، في حاله ركود داخل السوق نسبي اكيد طبعا. الاسبوع ده هيبقى يعني لغايه يوم الخميس ان شاء الله الدنيا هتبقى في حاله يعني سحب على اللحوم، لكن هذه الحاله برضو مش زي السنه اللي عدت. خلينا نقول بامانه في تاثير على الوضع الاقتصادي، خاصه ان انت داخله بعد عيد الاضحى مباشره مدارس. على المدارس، فهتشتري لبس المدرسه والشنطه ب 300 جنيه والادوات المدرسيه اللي غليت والكشاكيل والكراريس والتجليد وكل دي حاجات رب الاسره المصريه عينه على التعليم قبل ما تبقى عينه على الاكل والشرب. يعني انت عارفه المواطن المصري جزء من عبقريه المصريين، حتى في عالمنا العربي يقول لك المصريين يعلموا عيالهم وما عندهمش استعداد، يعني ولو حتى بنسبه 1% تراجع عن فكره التعليم، لازم تعلمي. وبالتالي هتلاقي الناس اللي بتشتري لحمه دلوقتي حاطط عينه على بعد اسبوع هيشتري لبس المدارس، فبدل ما يشتري 5 هيشتري 3 هيشتري 2، كل ده عشان يوفق ما بين الاحتياجات القادمه في موسم المدرسه واحتياجاته الحاليه في موسم عيد الاضحى اللي بيبقى فيه سحب على اللحوم. يعني انا عندي امل انه الحكومه تنجح، خاصه منافس وزاره الزراعه، انه في مسؤوليه على الحكومه وعلى القطاع الخاص. خلينا نفند كده كل جانب ونشوف ايه اللي المفروض يعمله كل جانب مساهمه منه في ان احنا نخفف وطئه الغلاء على الناس فيما يتعلق باللحوم، او ان احنا نساعدهم في العيد. الحكومه المفروض تعمل ايه؟ الحكومه عندنا، انا عاوز اقول لك على حاجه، احنا عندي تجربه امنيه حياتي، يعني انا ما اتمناه على الهواء مباشره الان، هو ان تنتقل هذه التجربه بحذافيرها بكل ما فيها الى محافظات اخرى. نجحت تجربتنا في اللحوم في المنصوره في الدقهليه، لانه حصل بامانه ان عندنا اكثر من 3 محافظين على الاقل بما فيهم المحافظ الاخير حقيقه الدكتور احمد شعراوي، مجرد ما جه شاف الشغل بتاعنا وبدا يطور فيه وبدا يساعد في تطوير المنظومه اللي احنا عاملينها. عاملين منظومه الجزار التعاوني، احنا بنقول له يا سيدي هنجيب لك لحمه بقد كده كيلو، بالكيلو بقد كده، وهتبيعه بقد كده، وبنفرض عليه السعر لان احنا دارسين هو يكسب ايه وما يكسبش ايه، فانت هتبيع بالحد الادنى للتكلفه مع هامش ربح معقول ومقبول، وبناء عليه تبيع بالسعر ده. فاذا خالف هذا القرار او الاقرار اللي بيمضي عليه انه باع بالسعر غير ده وعمل مشكله، بتوع التموين هناك بيقبضوا عليه او بيعملوا له محضر، وبناء عليه احنا بنلغي التعامل معاه. طبعا ده تسعير جبري، لكنه تسعير جبري متفق عليه، يعني مش حدش يقول لك ده بيجبره، لا انا ما بجبروش، انا بقول له عايز تشتغل معايا تعالى، بس انا نظامي ده هتبيع لي بقد كده، هو تعاقد هتبيع بقد كده وعندك هامش ربح قد كده، ده هامش يكفيك انت واسرتك وعيالك والصناعيه اللي شغالين معاك. عملنا الكلام ده في اكتر من 100 منفذ في الدقهليه، في قرى ونجوع، في معظم مراكز المحافظه، تمام، في شربين، في اجا، في السنبلاوين، في المدينه نفسها. احنا عندنا منفذين، واحد قصاد الاستاد الرياضي وواحد قصاد الاتوبيس الدولي. المنفذين دول بيبيعوا اقل سعر في مصر الان، لانه احنا بنشتري كميات كبيره، المنافس دي بتشتري كميات كبيره، وبالتالي السعر لما بنروح ناخد من مستورد بناخد مستورد مباشره، فالسعر بيبقى اقل من الحكومه. احنا النهارده بنبيع اللحوم السودانيه، 75 بنبيع 75 80 جنيه على اقصى تقدير. اللحوم السودانيه؟ اللحوم السودانيه هنا مدبوحه في مصر، حية. عندنا منفذنا اللي عند النهارده عند مدخل الفجاله بيبيع اللحمه ب 80 جنيه. يعني عايز اقول لك انه بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل تجربه ناجحه. نجحت التجربه في ان كل القرى والنجوع والاماكن اللي في الدقهليه تشتغل معانا، وبالتالي خدنا جزء من الجزارين اللي كانوا بيشتغلوا في البلدي شغلناهم معانا في الجزء التعاوني ده في ما يتعلق باللحوم السودانيه، مش مستورده، هي الماشيه مستورده ولكنها مدبوحه هنا، بتاخد علف نظيف وفي رعايه بيطريه. امن قطعه لحمه واجود قطعه لحمه على الاطلاق موجوده في مصر الان هي اللحوم السودانيه اللي احنا بنعمل فيها دي. وعايز اقول لك انه في امان غذائي، يعني في، انت بتتكلمي على رقابه بيطريه دائمه عليها في كل المنافس دي، على فكره عليها رقابه بيطريه اكتر من الجزارين، كل شويه تلاقي لجنه نازله من التموين
نازله من البيئه والطب البيطري والصحه والمباحث التموين، بينزلوا على المنفذ يبصوا على الحاجات وعلى الثلاجات وبتاع، في حاله امان. انا نفسي ما اعرفش استريح الا لما اقول بتاع الطب البيطري في اي بلد بروح ارجوك تابع الناس دي. انتوا بتستوردوا مباشره ولا بتتعاملوا مع مستورد بيجي لكم؟ في مستورد بيستورد لنا طبعا، احنا احنا جمعيه لا تهدف الى الربح. ما يعني احنا دورنا في هذه المنظومه هو ان احنا نقول نشجع على اقامه السوق ده، نشجع على اقامه الفكره. تمام، انما احنا ما نقدرش نشتغل بنفسنا، لو اشتغلنا بنفسنا احنا ما لناش في الحكايه. ليه اخترتوا المنصوره تبداوا بيها؟ احنا لما بدانا فيها الحقيقه كان في عندهم محافظ اسمه سمير سلام الله يمسيه بخير، محافظ سابق، عمل لنا ثلاث منافس، وبناء عليه بدانا. لما جه الحسام امام الوزير السابق المحافظ اللي قبل الاخير قال لي توسع في القرى والنجوع وعايزين نعمل شغل محترم، بدانا نتوسع في القرى والنجوع ونعمل شغل ايجابي جدا. الوزير الحالي او المحافظ الحالي الحقيقه اول ما جه بدا يشوف الحكايه، ايه القصور اللي عندنا، ايه اللي محتاجينه، بدا يطور، بدا يفكر بشكل اكثر ايجابيه في الحكايه. وبالتالي كل ما الاقي مكان يقول لي عايز نفتح في مكان، اقول له حاضر نفتح في المكان الفلاني، نروح نفتح. وعلى فكره ما بندفعش فلوس، احنا ما بندفعش مليم ابيض من جيبنا. تمام، ولا الحكومه بتتكلف حاجه، ده انا بجيب جزار تعاوني بدكانته بالمحل بتاعه. يعني ما بتفتحش انت منفذ؟ لا لا لا، انا بجيبه بمحله، اقول تعالى انت حتى هي الفكره. هو انت ممكن بص بالافكار الخارج الصندوق من الممكن ان تنهي ازمات كبيره. انا دلوقتي ايه اللي يخليني انا تاعب الجيش معايا وتاعب وزاره الزراعه وتاعب ده، انا ممكن اشغل كل الناس دول في المنظومه دي واقدرها. انا طالبت السنه اللي عدت وبطالب ما زلت اطالب السنه دي انه الحكومه تنجح في استقطاب مجموعه من الجزارين التعاونيين. ليه لا؟ ايه اللي يخليني اعمل عربيات واتعب نفسي واعمل مش عارف ايه؟ طيب بدل ما يكون عندي عربيات متنقله او منافس تابعه للقوات المسلحه، عندي جوه حاره في جزار، يبقى عندي جزارين يتم التعاقد معاهم ان احنا ادي لهم اللحوم دي. الحكومه عندها كمان فرصه انها تعمل ده بشكل اقوى. يعني انا بجيب من نفس المستوى اللي بيدي. التجربه بتاعت حضرتك دي عاوز تطبقها على سكيل اوسع او مستوى اوسع حكومي. عايز بقى ايه؟ عايز اعمل ده في القاهره بشكل اوسع. القاهره هنا في معانده من المحليات كتير. عايز اعمل امنيه حياتي نعمل ده في اسيوط بلدي مش عارف. تمام، ليه؟ لان في دايما معانده من المحليات وفي دايما يكلكعوا الحكايه. انا فاكر انه المحافظ الاخير لما حد يروح بيكلمه انت وقفت ليه القرار؟ وقفت ليه؟ انا باعت قرار ما نفذتوش ليه؟ ده المحافظ بيتابع بنفسه. وعشان كده النهارده انت بتتكلمي على بلد لما بتعملي اضراب او مقاطعه للحوم في مصر كلها المنصوره دي ما بتقطعش. ليه؟ لانه بياخد لحمه رخيصه وعنده عارفنا حتى اللحمه السوداني في بعض الاحيان بتسمر كده تعمل لون غامق لانه فيها نسبه حديد كبيره، فعندما بتتعرضيها للهواء بتاكسد. ده 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 على فكره دليل انها مليانه مغذيه بروتين بتاع ده حديد. نسبه حديد، وبالتالي ده انت لو عندك عيل صغير عنده انيميا ولا مشكله لا قدر الله، قطعه لحمه كل يوم صغيره من اللحمه السوداني دي تخليه اروع. طيب حد في الدنيا. هنا بقى الذوق المصري في الاستطعام، يعني الناس بتحب المذاق السوداني ولا غريب عنها وما زالت بتفضل المذاق البلدي او يمكن المذاق مستورد تاني زي الاسترالي او غيره؟ البلدي قريب من السوداني، قريب من البلدي في طعمه. ليه؟ لان هو نفس المناخ، نفس ميه النيل اللي بيشرب منها العجول هناك او من البرك اللي بتنزل مطره، ما هو دي نفس ميتنا احنا، الميه هي واحده والمناخ يكاد يكون واحد، مش بعيد قوي عن مناخ مصر. السودان ومصر بلد واحده اساسا، كانوا زمان ايام محمد علي كنا بلد واحده. وبالتالي انت بتتكلمي على فصيله من الحيوانات يعني وجدت على في صور وفي جداريات في المعابد المصريه. تمام، يعني دي بتاعتك، مش غريب عندنا. هناك مراعي، عندنا ما عندناش. الفرق بيننا وبين هناك الحقيقه المرعى. المرعى هناك طبيعي، نسبة الخضرة عالية جدا اللي بياكلها. انت هنا بتأكلي دقيق وردة وذرة ومش عارف ايه، هناك بياكل خضرة. هناك هقول لك على ميزة غريبة جدا محدش واخد باله منها. العجول السوداني دي بترضع لغاية سنة. لأنه ما عندوش محالب. هو لو حلب اللبن ده يا دوب خمس دقايق يخرط يبوظ يتلف. ما عندوش برادات تحمي اللبن ده لغاية لما يأمنه ويصنعه أو يعمل منه حاجة أو يعمل منه جبنة. ممنوع، ما يعرفش يعمل ده هناك، لان الشمس عموديه فوق دماغه. وبالتالي افضل ان يرضع العجل لغايه سنه، بيرضع. احنا هنا اقصى
فتره رضاعه للعجول بتاعتنا ما بتعديش شهرين 3 شهور، لانه عايز ياخد اللبن يحلبه لحاجه تانية، وبالتالي بيبقى عنده ازمه. ده بيرضع لغايه سنه، ده بيخلي طعم اللحمه ممتع، لانه بيبقى قريب من اللحمه اللي احنا بنقول عليه لحم لبانه، يعني لسه صغير. تمام. فانا شايف ان اللحوم السودانيه الحقيقه هي البديل الافضل دلوقتي للحوم البلديه، الى ان تتعافى قدرتنا على تنميه الثروه الحيوانيه بالشكل. انا شايف ان الدكتوره منى محرز الحقيقه بدات تتحرك في الحكايه. لسه كنا بنتكلم في النشره عن ان في فعلا حوالي 700 مستفيد او 700 الف مستفيد تقريبا، 100 مليون جنيه تم توزيعهم كقروض، ولسه في 200 مليون تانيين هيتم توزيعهم. يعني لا هي بقى بدات تشتغل هذا المشروع في البتل. وعلى فكره يعني المشروع ده من الممكن خلال سنه على الاقل او سنه ونص تجني حصاده، تبقى عندك مؤشرات. وعشان كده كل طول الوقت بقول لك انت شايفه قصادك في النفق، انت جوه النفق بدات تحس ان في ضوء هناك. يا ده في ضوء، خلاص احنا طالعين هنخرج بره النفق الخانق اللي فيه كله عتمه واللي فيه ازمات واللي فيه مشاكل وصراعات. ربما المرحله القادمه ان شاء الله انت هتنتقلي الى خير كبير. خلي بالك ان البارون بان في مصر الجديده لما جه يعمل مصر الجديده ما عملهاش من فراغ، ده كل اللي عمل شويه عمل ترماي وخط السكه حديد. الناس استغربت، ايه الراجل المجنون اللي عمل ترماي جوه الصحراء وعمل طرق؟ فلما اتعملت الطرق واتعملت الترماي الناس راحت اشتهرت، وراحت عملت متاجر وعملت روكسي وعملت منطقه صلاح الدين والبيكات اللي مش عارف ايه، والدنيا اتحركت. النهارده انت ما تعرفش تشتري شقه، ما فيش شقه تقدر تشتريها في مصر الجديد، خلاص الدنيا بقت افضل. الطرق والحاجات اللي اتعملت دي كبنيه اساسيه سوف تنقل هذا البلد خلال سنوات قليله مش بعيده. ربما يعاني بس رئيس الدوله الحالي الحقيقه من الازمه دي، لانه كل طول الوقت الناس عندها ازمه مع الرئيس. انما لو بدات تشعر بالثمار دي تتساقط، الناس اللي كانت بتهاجم الرئيس دلوقتي تقول له انت غلطان وانت وحش، في ناس كتير بتهاجمه على السوشيال ميديا، انا اتصور انه بعد فتره قريبه مش بعيده هتبدا الناس تشعر بان في حاجات ايجابيه، وبالتالي يبداوا يقولوا ان الراجل ده كان محق، لانه هو فعلا اي حد مصلح بيعمل عمليه اصلاح. المصلحين على مدار الزمن اللي احنا عايشينه دايما كانوا يهاجموا. تمام. ودائما يعني في كتير من الاحيان لا يعلم مدى اللي عملوه ومدى ايجابيته الا بعد رحيلهم او بعد مشيانهم. تمام. كل المصلحين كده، وفي مصلحين بيبقوا على قيد الحياه وبيشوفوا نتيجه. يعني لولا سيلفا في البرازيل عمل اجراءات في البدايه خانقه ومزعجه جدا، لكن النهارده بتتكلمي على البرازيل اللي من اكبر 10 اقتصادات في العالم بيزرع وبيصنع، اطلق ابداعات الناس واطلق ابتكاراتهم وقدراتهم، خد اطفال الشوارع وحولهم من طاقه هدم الى طاقه بناء، عمل كل الحاجات الايجابيه اللي تنقل البلد دي نقله محوريه. انت ماشيه بس انت عندك ازمه هنا ان في فساد. تمام. وفي محسوبيه وفي بدات الدوله تتحرك في مواجهه الفساد، لكن الى ان يحدث ان انت تعملي قبضه حديدية على هذا الفساد محتاجة تطوير، محتاجة تعديلات التشريعات بتاعتك، محتاجة ان القوانين تبقى اكثر حسما. يعني ايه واحد يسرق 300 مليون جنيه بتاع قمح، كان بياخد قمح في مطعم، تمام، بياخد 350 مليون جنيه ويقولوا له تعالى ردهم، مش عايز يردهم، ولو جه ردهم خلاص القضية خلصت. يعني سرق 350 مليون جنيه قفشهم حطهم في جيبه، عمل اشترى بيهم شوكولاته لعياله، فوايد وارباح، تمام، وعمل بيهم شغل وتمام التمام، وبعد كده يجي يرجعهم واقول له يا دار ما دخلك شر روح روح انت مطلق الصراحه. ده كلام مش منطقي الحقيقه، وده يخلي اي حد في العالم يسرق ويختلس، لانه في النهايه يعني نهايتها ايه؟ بعد ما استغل 350 مليون دولار دول 150 مليون جنيه، بعد ما استغلهم واعمل بيزنس عبقري بيهم، ارجع يا سيدي ارجعهم لك وعليهم بوسه كمان، ايه المشكله؟ طيب عوده الى الجهد الحكومي المطلوب، حضرتك بتقول لي مثلا اقتراحات زي خارج الصندوق، زي انه الفكره اللي اتعملت في الجزار التعاوني تتعمم بشكل اكبر بمساعده حكوميه، او مشروع البتلو دلوقتي، هل في اجراءات اخرى سريعه ممكن اتخاذها من قبل الحكومه؟ وشايف تحركات القوات المسلحه او وزاره الزراعه ووزاره التموين ازاي برضو في اطار محاوله يعني كبح جماح الاسعار شويه؟ بصي خليني اقول لك بامانه، لولا التحرك الثلاثي ده سواء كان من الجيش او من وزاره التموين او من وزاره الزراعه،
انت النهارده كنت هتبقى في ازمه كبيره جدا. خليني اقول لك انه هم موجودين الثلاث مؤسسات دول في مساحه كبيره على الارض المصريه. المساحه دي لو تخيلنا المنظر انه الثلاث مؤسسات دول مش موجودين، وبالذات المؤسسه العسكريه، لو مش موجودين الثلاث مؤسسات دول على الاطلاق كان يبقى عندك مصيبه. مصيبه. انا بقول لك، انا عارف انت بتتكلمي على اماكن بينزلها العربيات المتنقله دي، في امبابه مثلا، في نجوع، وفي اماكن بعيده عن المدن، وبالتالي وجود هذه المؤسسات الى حد كبير خصم من حصه القطاع الخاص التي كان يستغلها استغلال سيء جدا، وكان بيرفع الاسعار فيها مساحات مش قليله، افق انت انتشرت فيه كدوله. لو لم يكن هذا الانتشار، صار احنا كنا هنبقى في مصيبه دلوقتي، وكانت الناس ممكن تعمل لك مشكله. وعشان كده انت لو تحسي دايما انه لما بيحصل ازمه الجيش بيخش ليه؟ لان انت بتتكلمي على سلام اجتماعي، الامن الغذائي موضوع استراتيجي وامن قومي. لما بيحصل يعني موضوع لبن الاطفال، الناس قاعده تتكلم يا عم ده جيش قاعد يشتغلوا على النت، الناس بتهرج مش عارفين يعني ايه جيش. تمام، انا كنت عسكري في الجيش ده، جندي مجند، وعارف يعني ايه جيش. هما بقى لانهم ناس واضح انهم يعني دي لكا ما شافوش الحكايه بتاعت ما راحوش جيش بمعنى صح، وده كان خطا كبير جدا من الدوله، ان في جزء من الولاد كان يطلعوا يقول لك دي دفعه معفاه، دفعه مش عارف ايه، كل الناس دي مش عارفين يعني ايه جيش. وبالتالي يجي يقول لك ده بيشتغلوا في لبن الاطفال، واحد يقول لك مش عارف الكحك، واحد يا عم انت بتهرج. انت لبن الاطفال ده استراتيجي، كلام استراتيجي، بتكلم على طفل، ما ينفعش تاكليه حته جبنه ولا مش عارف ايه، لازم تشربيه لبن. لو ما شربش لبن وادانا بناء سليم مش هيعرف يروح الجيش. فلا، اذا ما تدخلتش المؤسسه في هذا الموضوع يبقى احنا بنلعب. هو بيتدخل لانه عارف ده ولده، ده اللي رايح له بعدين عسكري، ورايح له ضابط، ورايح له لواء، ورايح له قائد، ما ينفعش انه يسيبه يتبني بناء غلط، وبالتالي لازم يتدخل. لما بيحصل لك ازمه في الداخل هو افضل له انه يعالجها اقتصاديا احسن ما يعالجها امنيا. فهو بينزل يعمل معالجه اقتصاديه، هيعمل ايه؟ ما انت بتتكلمي على قطاع خاص النهارده للاسف شديد واخد موقف، يعني جزء منهم يا جماعه طب ارحموا الناس شويه، خلي عندكم شويه رحمه، انتوا طول السنه بتكسبوا من الناس دي وعايشين عليهم، وبيوتكم مفتوحه من الفلوس اللي بيجيبوها، ارحموهم حتى في المواسم. يعني ليس من العداله، انا دايما اقول حتى التاجر الندل اللي دايما طول السنه انا بنفعه واشتغل معاه، يجي في الموسم ده يرفع السعر، ده بالعكس، ده انت في الموسم ده تحاول تساعدني تسهل لي الحكايه، كده هتبيع اكتر يعني، كده ولا كده كميه المباح، انت كده كده هتبيع اكتر على رايك، لان في اقبال على السلع. انما تيجي في التوقيت تلاقي ناس بتستغل حاجه الناس، طب ليه تستغله؟ ده بالعكس، ده كلام النبي لازم يتعمل، رحم الله امرا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. لو الرحمه دي لو ما فيش سماحة مش هيبقى فيه رحمة، لازم يبقى في سماحة. انت تسامح البياع يجب يقول لك تداوبي دي البدلة دي في عرق العافية، يسامحك ويقول لك بالهنا والشفا. مطرح كان زمان كل ده يتقال، انا كان الراجل بتاع البسبوسة بتاع الصينية وهو بيقطع البسبوسة في البتاع في ورق بتاع زمان ده، كان يقول لك ايه بالهنا والشفا يا استاذ، مطرح ما يسري يمري، مش عارف ايه، تشتري جاكيته تقول تدوب في عرق العافيه، ربنا يكرمك الله، وانت تقولي الراجل الله يسهل لك، ربنا مش عارف ايه. كل الحاجات دي احنا افتقدناها للاسف الشديد، وعشان كده عندنا مشكله رحمه. احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا عندنا مشكله رحمه، ما نترحمش مع بعض. لو رحمنا بعض والله البلد دي هتبقى زي الفل، حتى ولو كانت يعني اليد يعني ضيقه وعندنا ازمه، الا انه لو في رحمه هنقدر نتغلب على ازماتنا دي. صحيح. انما احنا طول الوقت انت مش مسامح. دي في مسؤولية، في ناس تبقى ماشيه بعد التاجر، الله لا بارك لك يا شيخ، الله، تلاقي نفسك ممتعضه منه، عندك حاله غبن. لانك ممكن ان هو يعني استغلك. فيك كتير. استغلك. فكره الاستغلال وانت محتاج للسلعه دي بتبقى فكره هو ما عندكش حل قدام الا اللي تاخدها، عايز اكل واشرب واعيش وبتاع. فهو محتكر سلعة، وخاصة المحتكرين. يعني المحتكرين دول ربنا سبحانه وتعالى حاسبهم حساب عسير، لأنه يا سيدي ما أنت كسبت كتير من البلد دي. البلد دي ظبطتك وعملت لك، أعطتك أرض ببلاش وعطت لك مش عارف إيه. يعني أنا بستغرب أحيانا الناس بتوع العقارات اللي بيرفعوا أسعارهم بشكل مبالغ فيه، ما أنت خدت أرض ببلاش. ده هما دلوقتي الحكومة بدأت تتنصح على مين؟
تتنصح الغلابه اللي راح يشتري حته ارض مش عارف ايه يعملها شقه، ولا الراجل اللي راح ياخد في زراعه ده الارض اللي انت شفتيها في البقره دي مقرر لها 18000 جنيه في الصحراء، في جوه الصحراء، فميه بتاعتها مالحه وظروف بالغه السوء، ده انت المفروض تديله فلوس، رايح ياخد منه 18000 جنيه دلوقتي، بينما الارض دي كانت بتعطى للناس ببلاش، فالدم في الحتت دي ما كانش يساوي 50 جنيه. جات الحكومه دلوقتي تنصح على مين؟ تنصح على الرايحين الشباب دول. ما هي اكيد معاده برضو اعداد الارض او حفر ابار او كده. ولا حفر ابار ولا حاجه، الناس هم اللي بيحفروا. هم اللي هيحفروا وهم اللي هيعملوا اراضي وهم اللي هيهدوا الطرق وهم اللي هيعملوا كل حاجه. يعني المفروض الدوله تساعد في المغرب اللي يروح يزرع حته ارض بيملكوها له وبيساعدوه بنكيا وبيساعدوه في كل حاجه. خلي بالك ده برضو جزء من الازمه، لان انت ممكن تستغل المليون ونص فدان دي بسرعه في نقله ايجابيه داخل السوق، لانه لما بيزيد الانتاج الزراعي بالذات على وجه التحديد بيعمل لك يوقع لك السعر. هو انت ليه في بعض الاحيان الطماطم بتبقى رخيصه؟ المعروض كتير، معروض كتير وهو سلعه قابله للتلف، لو ما باعش صاحبها هيعملها شوربه، فيعمل حل، ما فيش حل قدامه غير انه يبيعها باقل باي سعر ممكن، وبالتالي الاسعار دايما يبقى فيها ايه نزول وتبقى الدنيا افضل. طيب احنا بنتكلم عن القطاع الخاص، اذا كان في بعض الناس يعني ضمائرها مش كويسه، لكن القطاع الخاص في بعض منهم شايف ان ممكن يكون تدخل الدوله ده ممكن يضر بيه، ازاي نعمل معادله بان القطاع الخاص يكون موجود وشغال وان الدوله برضه تكون ايديها موجوده في السوق عشان تضبط الاداء، ونحافظ على فكره ان القطاع الخاص يكون موجود وننميه؟ احنا مش عايزين الدوله تقوم بكل حاجه، لان ده مخالف لفكرنا المعتاد انه الدوله بس تنظم لكن ما تكونش هي التاجر والصانع وغيره. رأي حضرتك في المفهوم ده، والقطاع الخاص عنده حق في انه يشوف ان هو بيبتدي تنحيته شويه ولا لا؟ حينما تنحرف الدوله في بسلطتها في هذا الملف هو ده اللي يعمل ازمه. ليه؟ لو الدوله بتنافس مع القطاع الخاص بآليات متوازنه، يعني مثلا في واحد بيبقى بيروح يعمل منفذ ببلاش بدون ما يدفع فيه فلوس، بدون ما يدفع فيه ايجار، بدون ما يدفع فيه كهرباء، تمام؟ ازاي تساويه بالمنفذ اللي قصاده الناحيه الثانيه اللي بيدفع كهرباء واللي بيدفع مش عارف ايه واللي بيعمل، يعني دي تكلفه بتزيد وده تكلفه اقل، وبالتالي لو انت عادلتي في الاعباء الملقاه على القطاع الخاص وعلى المؤسسه العسكريه او الحكومه، اتصور ان احنا يبقى كده عملنا شغل في تنافس، في منافسة. إنما لو في واحد الكفة لصالحه، أنا أتصور ده يؤذي القطاع الخاص. إنما لو هو في توازن في الأعباء، في توازن في ده بيدفع ضرائب وده بيدفع ضرائب، خلاص خلصت. إنما إمتى يبقى في أزمة؟ لما يبقى هو عنده إمكانية إن يعمل ده بدون ما يبقى في أعباء عنده، وعلى الجانب الآخر في واحد عنده أعباء، ده يعمل إيذاء للقطاع الخاص ويعمله مشكلة. إنما لو الكفة متوازنة فيما يتعلق بأن ده تكلفته قد كده، ده يبقى تكلفته زيه بس ده هامش ربحه أقل، وده بيزود، ده مش خلاص براحته، هو لما يجي بقى في الحالة دي ينافسني، أنا ببيع بخمسة يبيع هو بأربعة وأربعة جنيه 95، يبقى ينزل عني عشان ينافسني، وأنا أنزل عنه عشان نفسه أخد الحد الأدنى للأرباح اللي تخلي الدنيا ماشية. ده ممكن لو عملت الدولة الصيغة دي أتصور تبقى الأمور أفضل. إنما أنا برضو مش مع إنه المؤسسة العسكرية طول الوقت أنت رامي عليها حمل اقتصادي. أنا بأمانة بتمنى إنه هذه المؤسسة تخرج يتعمل شركة مدنية كبيرة تديرها القوات المسلحة أو تتعامل معها بشكل أو بآخر، إنما بآليات القطاع الخاص، بآليات الناس اللي بيشتغلوا في السوق، عشان ما يقولش ده هو فارق عني، ده هو افضل مني. طب وهنا هيكون دور مثلا المجمعات الاستهلاكيه الكبيره قوي، مجمعات الاهرام وغيرها وغيرها، دي دورها ايه في المنظومه؟ هي زمان كنا احنا بنقف بالطوابير على الجمعيات دي عشان ناخد الفراخ وناخد الحاجه، كان ليها دور عظيم جدا يعني. دلوقتي ما بقاش لها دور يذكر. انا عايز اقول لك النهارده المجمعات دي انت ما بتعرفش تشتري كيلو لحمه من عندهم النهارده. عندهم زحام عنيف. ايه بقى اللي يقدر يطورها ويقدر يعني يعدي بيها انها على فكره عندهم لحمه، دي اللحمه اللي احنا بنتكلم عليها السوداني. عندهم زحام عنيف، انا بعدي ابص على الاماكن كويس، يعني فكره ان الناس تقبل عليها ده كويس، ما كانش الاول موجود، ناس كانت دايما تروح قطاع خاص وبتاع، ما هو ده برضه خصم من حصه القطاع الخاص.
انا بقول يا جماعه روحوا اشتروا من المجمعات. الفرق في السعر انت عايز تطوريها بقى ازاي؟ عايز تطوريها ازاي؟ هي في مشاكل في المجمعات دي، زي انت عايز تطوريها زي الهايبرات الكبيره. تمام، هي المشكله في الشكل بس ولا المشكله برضو يعني في مش عارفه في ايه؟ يعني المشكله مش في الشكل والعرض، بس زي ما حضرتك قلت في اول اللقاء حكايه الفيونكا وال والطبق النظيف اللي محطوط فيه كام قطعه لحمه بشكل معين. هل هو ده بس؟ طب انا اقول لك على حاجه، ممكن اعمل لك طبق لحمه دلوقتي، اعمل لك طبق لحمه عند ما تشوفيه تقولي ده مش اقل من 200 جنيه ماشي، وهو نفسه اللي احنا بنبيعه ب 75، نفسه مفيش غيره. هو كل ما في الامر انه حركه التجميل دي بتعمل عند الناس، ما هو الاكل العين بتاكل قبل صحيح الفم. صحيح، وبالتالي الناس بيلعبوا. وليه الهايبرات دي كبيره وليه نشطه وليه بتكسب مكاسب رهيبه؟ تمام، لانه بيلعبوا على عين المستهلك. يدخلك الهايبر او السوبر ماركت او السلسله التجاريه الكبرى دي، تمام، مش عايز اقول اسماء عشان في اسماء على الحكايه يعني. بيدخلك المكان وانت معاكي مثلا 5000 جنيه، يخرجك بقى هدومك، وهي اصلا برضو اسعار اللحوم بقت جنونيه في الهايبر الماركت دول. يعني ما نقدرش ابدا المواطن العادي اللي زي حالتنا كده ما يقدرش يشتري منها. يعني الجزار ارخص منها بكتير، 90 جنيه صحيح ده في السلاسل الكبرى. بالظبط بالظبط، يعني ولذلك انا دايما اقول يا جماعه شجعوا الجزار ده عشان ينافس دول، لانه لو ما شجعتوش ده، خلي بالك النهارده بنتكلم على كان معنا رئيس شعبه، حد من شعبه الجزارين من قيمه اسبوع في برنامج بيقول انه 50% من محلات الجزاره قافله، لان ما عندوش فلوس ما عندوش امكانيات والبيع قليل، ولو جاب قطعه راس تقعد معاه مثلا 3 4 5 ايام تاكل الفلوس اللي بتحققها من ارباح في الكهرباء وفي الميه وفي تكلفه العماله ومش عارف ايه والخصية اللحمه نفسها. فعايز اقول لك احنا محتاجين نعظم من دور الجزار التعاوني ده ونكبره، ونساعد المجمعات الاستهلاكيه دي على انها تاخد كميات كبيره. ازاي بقى نساعدها على انها تكون فيها مظهر ارقى ويعني اسلوب التعامل؟ ايه اللي ناقصها؟ يعني ايه اللي ناقصها بالنسبه للطبقه الوسطى انها تقبل على الشراء منها مره ثانيه وهي مرتاحه؟ الطبقه الوسطى دلوقتي رايحه لها يعني ما فيش حد بالطبقه الوسطى بيروح لجزار دلوقتي. يعني انا عايز افاجئك انه في جزء كبير من الطبقه المتوسطه انا بشوفهم عندنا في المنافس، المنافس ما كانش حد بيروحها من الطبقات دي، انما موجودين دلوقتي. والله اقسم بالله هذه الطبقه في يوم من الايام ان شاء الله هتبقى زي الفل، لانها صبره بتصبر، والصبر ده حاجه جميله جدا. احنا شعب صبور وعندنا امل في المستقبل القادم افضل. هذا البلد سوف يتطور، وهذا البلد سوف يصل الى مناط تنميه عبقري ان شاء الله، هينقل اولادنا في الاجيال اللي جايه انهم يعيشوا افضل مننا. احنا كان ممكن كجيل حالي نفضل نستنزف ونرمي ديون على الاجيال اللي جايه. فكره ان انت توقفي النزيف ده وتحاولي بشكل او باخر ان تخلقي حاله تنميه ذاتيه وتبني في البلد، بدل ما كنا هنسيب لاجيال قادمه اجيال تيجي بعدينا، تمام، ورث ثقيل. يجب ان تتركي اولادك في المستقبل وانت مسدده ديونك. ما ينفعش ان عيالنا هم اللي يسددوا ديوننا، احنا لازم نسددها. احنا رايحين لخير، هنصبر شويه، هنتعب شويه، هيجي لنا شويه غبار ساعه بناء الكوبري زي ما قلنا في البدايه، لكن في النهايه هذا البلد سوف يتقدم. وانا دايما اقول يعني حتى اللي بيكلموني في القنوات اللي هي ضدنا دايما اقول لهم الكلام ده فبيزعلوا. اقول لهم انتوا تزعلوا، انتوا عايزين البلد دي تخرب. هم معتقدين ان منظمات المجتمع المدني لابد ان تكون معارضه. كان واحد بيقول عبد الفتاح، قلت له عبد الفتاح السيسي ده بيكلم قطر. قلت له عبد الفتاح السيسي بيتكلم عليه ده رئيس دوله كبيره مش صغيره. هو يا ابني ده زي الراجل اللي عندكم ده عيل صغير تافه، ده انتوا ما عندكوش مجلس محلي. على الاقل احنا عندنا ديمقراطيه وعندنا حد بيعرف يتكلم، انا ممكن اطلع اجيب رئيس الجمهوريه محدش هيعمل لي حاجه. يعني الدنيا افضل بكتير. احنا عندنا مشاكل في الوقت الحالي، انما رايحين الى خير كبير. والله هذا البلد باذن الله بكلام ربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وقال خزائن الارض، وقال البلد دي امنه، وقال البلد دي في خير. كلام النبي اللي قاله عن ان احنا في رباط الى يوم الدين، كل المؤامرات اللي كانت عايزه تفتت البلد دي مسيحيين ومسلمين ما نفعتش. عايزين يفتتوكي مش عارف ايه وما نفعتش. ومش هينفع ان احنا لا نتجزأ علاج غرفيا
ولا ايديولوجيا ولا دينيا ولا اي حاجه. هذا البلد سوف يظل بلد كبير ان شاء الله. طيب انا عايز اخد حضرتك بعيدا عن اللحوم بعض الشيء لتصريحات لوزير التموين اخيرا، الحقيقه يعني ممكن انا مش فاهمها كويس، انا مش متخصصه، لكن هو بيتكلم على انشاء بورصه سلعيه. ايه هي البورصه السلعيه وايه اهميتها بالنسبه لنا كشعب بيعاني دلوقتي من غلاء الاسعار؟ هو طبعا البورصه السلعيه هيحدد اسعار او هيقول سعر ل ل ل لمنتج معين زي الدواجن كده. ما في بورصه دواجن في بلد، تمام، بتطلع كل يوم اسعار الدواجن او السعر العادل لكيلو الفراخ، تمام. هو هيعمل بورصه بهذا الشكل. على فكره الدكتور خالد حنفي الحقيقه اتكلم في الموضوع ده كتير، وانا يعني من يعني ما ينفعش ان انت تنكري افضال الناس. الراجل الحقيقه كان بيفكر دايما خارج الصندوق، بيبقى عايز يطور من اداء وزاره التموين. الحقيقه الوزير الحالي بدا يشوف الحاجات الايجابيه، ودي ميزه الوزراء السياسيين. الحقيقه الدكتور علي مصلحي وزير سياسي مش وزير تكنوقراط من الناس اللي هم يعني بتوع بيجوا من الجامعه، لا ده راجل سياسي فاهم بيعمل ايه. فوجد انه في حاجه ايجابيه فبدا يشتغل عليها. الحقيقه معظم قرارات الدكتور علي مصلحي في الفتره الاخيره كانت ايجابيه. كنا بنختلف معه في حاجات كتيره، لكن الى حد كبير هو وزير شاطر وناجح. وانا اتصور لو عمل الكلام ده هيقدر يقول لك من خلال البورصه السلعيه سعر كيلو الطماطم العادل قد كده، سعر كيلو اللحمه العادل قد كده. هيبقى ده واضح وهيبقى ده منشور زي التسعيره الاسترشاديه اللي حاول يعملها الدكتور محمد ابو شادي. طيب برضه كان بيتكلم على فكره ان تسترشدي كمستهلكه، لكن هي رايحه تشتري مش جبريه ولا الزاميه، هي برضه هتبقى حاجه كده يعني. بصي انا على فكره مش عايزها جبريه، بس عايزها سقفيه. خلينا نعمل هامش ربح. وعشان كده خلي بالك اخواننا واصدقائنا اللي في البرلمان رافضين الحكايه. قال لك لا ما فيش حاجه اسمها هامش ربح. طب يا عم تعمل سقف للارباح. لا مش عايز يعمل. اللي عايز يحدد هامش الربح اللي ما يزيدش عن كذا، ولا يحدد سعر، ولا يتعامل مع الناس بشكل عادل، لانه هو مستفيد. هو ليه يحط نفسه تحت قيد؟ وانا عشان كده دايما بقول للدوله، على الدوله ان تتدخل لتحديد هامش ربح ايجابي، تمام، سقف لا يتجاوزه التاجر او المنتج او المصنع، تمام، بما لا يضير المستهلكين، سعر عادل يرضي جميع الاطراف، تمام، فيما يتعلق بالربح. ما يحددش السعر يقول ده ب 5 جنيه، انما يقول ده الربح بتاعه مثلا ما يزيدش عن 30%. فهو تكلفك 5 جنيه خد 30%، يبقى انت بتتكلم على رقم مش عارف ايه. الدنيا تبقى ايه واضحه. انما فكره انه يطلق الامر بهذا الشكل والناس تبيع ب 80 جنيه وتبيع ب 150 جنيه وتبيع ب 180 وتبيع ب 140، حرام، ده مش منطق. المنطق السليم بيقول ان نحمي المستهلكين دول. يعني مين يقول ان احنا حمينا تجار منتجي الحديد في مصر؟ لما عملنا كنا عاملين رسم حمايه وما كانش نافع، راح عملوا كمان رسوم اغراق. رسوم اغراق خلاص يبقى منع خالص، ما حدش هيستورد. يعني ممكن تستورد ويدفع الفرق بتاع رسم الحمايه، انما دلوقتي خلاص اغراق، ما ينفعش يشتري تاني من الخارج، وبالتالي انت دلوقتي بيت لوحدك في السوق. فيبقى طن الحديد ب 10,000 جنيه فجاه يبقى ب 12,000 جنيه عشان انت بس قيدت عمليه استيراد، رغم انها كانت عمليات محدوده وصغيره. طب انت قيدت عمليات استيراد واذيت المستهلكين اللي هيروحوا يبنوا. طب يا سيدي ما تعمل تسعيره بقى للحديد ده وحدد السعر العادل بتاعه قد كده ويبيعوه بسعر عادل. انما انت حميت واستخدمت اليات السوق، وعلى الجانب الاخر ما استخدمتش اليات السوق دي لصالح المستهلكين. العالم المتقدم بيرفض فكره التدخل في وضع قيود على حاجه. يعني احنا زي ما انت مش عايز تفرضها تعمل قيود على التجار والمنتجين، ما تعملش قيود على المستهلكين. وبالتالي احنا محتاجين تشريع في هذه الجزئيه، انه نحدد هامش ربح ما يكونش حاجه جبريه، علشان الناس بتقلق قوي. هم رجال الاعمال اللي بيقلقوا قوي من فكره الجبريه، مش الشعب. انا بقوله يعني. انت مثلا كيلو السكر في الحوامديه، عندنا شركه سكر الحوامديه بتاعت الدوله، بتبيع مثلا ممكن تبيعي حوالين شركه الحوامديه هناك في الجيزه كيلو السكر ب 5 جنيه. انا ما ينفعش في اسوان تبيعيه ب 5 جنيه. في نقل وفي غيره. في نقل وفي اهدار وفي تلفيات وفي مش عارف ايه وتكلفه شيل وتكلفه واحد هيحطها مش ربح. يبقى انت لما تقول ان كيلو السكر سعره العادل يتراوح ما بين 5 جنيه الى 6 جنيه، اذا
ما لقيش حد بيبيعلي بسبعه بقى، ما فيش حد بيبيعلي بسبعه، خمسه خمسه وربع، بعد سبعه ده يتقطب رقبته. انما انما المساحه دي فيها عقوبه، يعني التشريع ده يستوجب عقوبه، لازم يبقى يستلزم عقوبه. انما انا عندي من 5 جنيه بيع بخمسه ونص، انت في الجيزه عايز تبيع بستة جنيه بيع، انت مستغل وعايز تاخد ارباح اكتر خد زي ما انت عايز. انما الراجل اللي راح نقل اسوان خد ربحيته خلاص، ما بقى هنا بخمسه وهنا بستة، الجنيه ده ممكن يحقق له. اعتقد ده ممكن يساهم فعلا في ضبط السوق. نتمنى الالتفات للتشريع ده او الاقتراح ده. انا بشكر وجودك معانا، وكل عام وحضرتك بخير، وان شاء الله يا رب كده يكون الدوله في العيد القادم قدرت انها تحقق خطوات ايجابيه فيما يتعلق بالبتلو وغيرها من الاشياء الاخرى. شكرا للاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، شكرا جزيلا لحضرتك. لسه فقراتنا متواصله مع حضراتكم اعزائنا المشاهدين. لقائنا الاخير في الحصاد بعد الفاصل هيكون من سيناء من مركز بحوث الصحراء الكائن هناك، وهيكون فحوى اللقاء عن البحث العلمي في سيناء والاداره الجيده، وهنشوف زراعه الفواكه وزراعه الجوجوبا وما حقق من انجازات في هذا المجال في سيناء. فابقوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه